أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن لقاء وزير الخارجية الإيراني بقيادات حوثية في مسقط. التقت قيادات بارزة في جماعة الحوثي في اليمن الثلاثاء بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة العمانية في ثاني لقاء بين وزير إيراني وقيادات بالجماعة خلال يومين. وذكرت وكالة سبأ للأنباء في نسختها الخاضعة للحوثيين أن لقاء جمع رئيس وفد الحوثي المفاوض محمد عبد السلام مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة العمانية مسقط لبحث المستجدات الإقليمية. يأتي هذا اللقاء بوزير خارجية طهران بعد يومين من لقاء جمع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بالقيادي الحوثي إبراهيم الديلمي المعين سفيرا للجماعة لدى طهران. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وآثار لقاءات قادة الميليشيا مع وزير الخارجية الإيراني على الحل السياسي، وموقف التحالف العربي والحكومة الشرعية من هذه اللقاءات. الحكومة الإيرانية تزيد من وتيرة لقاءاتها مع القيادات الحوثية في ظل الجمود الراهن الذي يشهده مسار جهود تسوية الأزمة والحرب في اليمن، يوازيه جمود في الحركة التي نشأت عبر قناة اتصال سرية بين الرياض والحوثيين. ففي طهران التقى وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إبراهيم الديلمي المعين من الحوثيين كسفير، رغم أن الحكومة اليمنية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على خلفية تدخل هذه الأخيرة في اليمن ومساندتها للانقلاب الذي نفذه الحوثيون وحزب صالح ضد حكومة التوافق الوطني في سبتمبر أيلول 2014. في هذا اللقاء أشاد وزير الدفاع الإيراني بالقدرات العسكرية التي وصلت إليها جماعة الحوثي في اليمن، بعدما زعم أنه تطوير من جانب الجماعة لأسلحتها بشكل محلي وعلى نحو يعكس إصرار طهران على صرف الأنظار عن دعمها العسكري المباشر الذي تقدمه للجماعة الانقلابية في صنعاء. وفي مسقط التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الناطق باسم جماعة الحوثي ورئيس فريقها المفاوض محمد عبد السلام، وناقش معه آخر التطورات في اليمن والمنطقة. اللافت في هذا اللقاء أنه بحث بحسب وسائل إعلامية إيرانية مبادرة هرمز للسلام بين دول المنطقة، وعلى نحو يؤكد استمرار إيران في التعاطي مع الحوثيين كدولة ذات دور في التصور الإيراني للأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار المنشود، على الرغم من تأكيدات ظريف دعم بلاده للحل السياسي في اليمن شريطة أن يترك لليمنيين تحديد مستقبل بلادهم وفقا لما نقل عن وزير الخارجية الإيراني. لقاء الوزير ظريف مسؤولا في جماعة الحوثي يتواجد في مسقط لا ينفصل عن أجندة زيارته التي تندرج الحرب اليمنية في إطارها، خصوصا أن وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله كان قد أجرى أوائل هذا الشهر في طهران محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس روحاني، تناولت الجهود لتسوية الأزمة اليمنية وكشف إثرها عن وجود مؤشرات تبعث على الأمل بشأن الأزمة اليمنية. لقاءات المسؤولين الإيرانيين مع قيادات حوثية تكشف في جانب منها عن المأزق الإقليمي الذي تبدو فيه اليمن مجرد ورقة بأيدي اللاعبين الإقليميين تستخدم في تحسين شروطهم التفاوضية، في حين يفترض أن مصير الأزمة والحرب في هذا البلد رهن بإرادة حكومته التي وضعت كل البيض في سلة التحالف. إذن أبدأ النقاش مع ضيفي من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. مساء الخير لكم. مساء النور. اللقاءات الإيرانية الحوثية تحمل عنوان بحث المستجدات الإقليمية، برأيك ما هي الدوافع الحقيقية لهذه اللقاءات في مسقط؟ بشكل عام العلاقة الإيرانية الحوثية هي فقط الآن خرجت إلى العلن. في السابق كان يحاول الحوثيون أن يتجنبوا بأن يظهروا بأنهم وكلاء لإيران بشكل مباشر، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم وبأنهم أصبحوا مسيطرين فعليا على هذه المنطقة، وأيضا إيران تريد أن توصل رسالة للعالم وكذلك الحوثيين بأنهم أصبحوا سلطة أمر واقع وبأن التعامل الخارجي أصبح يتم معهم بشكل علني. وكما ذكر في هل في هذا رسالة إلى الحكومة الشرعية من إيران؟
هي رسالة لأطراف كثيرة، ليس فقط ما يسمى الحكومة الشرعية، هي لأطراف كثيرة بأن إيران تتعامل مع الحوثيين وكأنهم ممثلين عن اليمن. شاهدنا في الفترة الماضية كيف أنهم اعترفوا بالسفير وتم تقديم أوراق اعتماده وكأنه يمثل حكومة شرعية. في أيضا يريد إيصال أيضا للعالم بأنه نحن الإيران والحوثيين في خانة واحدة وضمن تحالف واضح. فالمسألة تحمل أكثر من رسالة، رسالة للغرب ورسالة للسعودية ورسالة للداخل اليمني، وهذا أمر يعني متوقع حدوثه في ظل جمود الجبهات وفي ظل غياب أي حل عسكري أو حدوث أو توقع حدوث اختراق عسكري ما في أي جبهة من الجبهات التي هي في حالة توقف. ولهذا الحوثيون يريدوا أن يظهروا للعالم بأنه أصبحنا حكومة يعترف بها، وإن كان الآن إيران أيضا سوريا إلى حد ما، لأنه كما تعرفين في دمشق من يدعي بأنه سفير لليمن هو معين من الحوثيين، ولم تتخذ الحكومة اليمنية أي إجراء تجاه دمشق. يعني فيما يتعلق بإيران، الحكومة اليمنية قطعت علاقتها بإيران، فيما علاقتها بسوريا علاقة غامضة، رغم أنه من يمثل من هو مستولي على السفارة هو شخص يدعي بأنه سفير للحوثيين وليس سفير للحكومة الذي يعترف بها العالم. سيد عبد الناصر، في ظل الجهود المبذولة لحل الأزمة سياسيا مبذولة دوليا، وفي ظل أيضا تمسك الحوثيين بالداعم الأول والمساهم في زعزعة استقرار المنطقة، بالتالي ما هي الآثار المترتبة من هذه اللقاءات على الحل السياسي؟ الحل السياسي ظل بعيد تماما، لأن الحل السياسي وفق تصور الغربيين وكأنه حل بين السعودية وبين الحوثيين، لكن كما هو معروف هذا الصراع السعودي الحوثي هو أحد أوجه الصراع في اليمن، بينما الصراع له أبعاد كثيرة والجزء الكبير منه هو صراع يمني يمني. طبعا في ظل الوضع الحالي والفترة الماضية أصبح اللاعبين الخارجيين هم الذي يتحكموا بالمشهد، ولكن في جوهره الصراع هو صراع يمني يمني، جزء منه صراع سعودي حوثي يتمركز حاليا في الحدود وهي الجبهة الوحيدة تقريبا المشتعلة، وهي حرب أكثر، حرب استنزاف أكثر من كونها حرب حقيقية. لهذه الأسباب قضية ما يسمى السلام أو شيء هو يتعلق فقط بأي تفاهمات حوثية سعودية، ولكن حتى في هذا الجانب يبدو أن السعوديين هم فقط يريدوا هدنة، يريدوا نوع من التهدئة ولا يريدوا الدخول في المحادثات الصفقة مع الحوثيين. سيد عبد الناصر، المحادثات الحوثية السعودية شرطت السعودية أن تتخلى، أن يتخلى الحوثيون عن إيران، بالتالي هذه رسالة اليوم وأمس أو أمس أو وقبله كانت رسالة من الحوثيين واضحة أننا لن نتخلى عن إيران، بالتالي كيف تقرأ أنت ذلك؟ الغربيون يحاولوا أن يوصلوا رسالة للسعودية بأن الحوثيون مستعدون للتخلي عن إيران، وبأنهم لن يكونوا طرف في المعادلة الإيرانية. لكن أيضا من ناحية أخرى هناك جزء من الحوثيين، هناك فريق داخل الحوثيين لديه استعداد بأن يتخلى عن إيران على الأقل مؤقتا ليثبت أمر واقع تعترف به السعودية كسلطة يسيطر على الجزء المهم من اليمن. فيما في الجانب الآخر هناك يمكن تسميته بالفريق الإيراني، الفريق الذي استثمرت به إيران، هؤلاء يبدو أن نفوذهم أصبح قوي ومؤثر، وخاصة في التنظيم نفسه وفي المخابرات وفي الجانب العسكري. هذا التنظيم من مصلحته ألا يحدث أي شكل من أشكال التقارب السعودي على حساب إيران.
يبدو أن إيران أيضا من هذا اللقاء تريد أن توصل رسالة للجناح الآخر وللسعودية بأنه علاقتنا مع الحوثيين علاقة استراتيجية، وهي بالفعل يعني بالنسبة لها إيران استثمرت في الحوثيين رغم أنه استثمار بإمكانيات بسيطة، لكنها استثمرت في الحوثيين وهي تريد أن تبقيهم. بالنسبة لها أصبحوا قوة مهمة ومهمة جدا، لأنهم الطرف الذي يحارب خصمها الإقليمي الرئيسي وهي السعودية، وبالتالي هي لن تسمح بأي تقارب يكون على حسابها. وهذا ربما هذا الاجتماع وربما أيضا العلاقات التي ظهرت إلى العلن كلها تصب في هذا الاتجاه. وربما أيضا رسالة من إيران أنها لن تتخلى عن الحوثيين. سيد عبد الناصر أرجو أن تبقى معي، ينضم إلينا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ مساء الخير. مساء النور الكريمة لك ولضيفك الكريم. شكرا لك. عودة للقاءات بين الحوثيين وإيران في مسقط، أنت كيف تنظر إلى وقع هذه التحركات وفي هذا التوقيت بالذات؟ نعم أختي الكريمة، طبعا إيران تؤكد من خلال هذه اللقاءات سوى أولا من اعترافها بسفير الحوثيين لدى طهران والذي التقى وزير الدفاع وكان اللقاء بينهم في الأيام القليلة الماضية، بحسب وسائل إعلام حوثية بأنها بحثت مع وزير الدفاع إبراهيم الديلمي الذي هو مبعوث الحوثيين في طهران، بحث مع وزير الدفاع الإيراني العلاقة العسكرية والدعم الإيراني الذي يقدم للحوثيين لمواجهة ما يسميه الحوثيين بالعدوان على اليمن، وقاصدين بذلك طبعا التحالف السعودي الإماراتي. وبالتالي في اعتقادي بأن العلاقة ليست من الآن هي علاقة استراتيجية وعلاقة تمتد إلى عقود منذ إنشاء الجماعة الحوثي في صعدة، وكانت امتداداتها الفكرية و الجذرية كم تبدو إلى إيران. وبالتالي في اعتقادي بأن حتى اللقاء التي تم مع الناطق الرسمي باسم عبد السلام محمد باسم جماعة الحوثي أو الرئيس لجنة التفاوض عبد الملك البحيري الذين التقى الظريف وزير خارجية إيران في مسقط، كل هذه الحراك السياسي ما بين طهران وما بين جماعة الحوثي في اعتقادي بأنها تؤكد هذه العلاقة الاستراتيجية. وما يتم في المقابل بالحديث عن محاولة المملكة العربية السعودية استدراج بعض التيارات داخل جماعة الحوثي، طبعا في اعتقادي بأنها فرقعات إعلامية، وربما أيضا هناك تيار داخل النظام السعودي يحاول أن يستدرج جماعة الحوثي، لكن في اعتقادي ضمن ربما أن تيار أيضا داخل جماعة الحوثي يضحك أيضا على السعوديين في إطار ما يسمى بالتقارب السعودي الحوثي، كما حدث ويعيد الذهنية اليمنية إلى الدعم الإماراتي السعودي الذي كان لجماعة الحوثي في محاولة منهم تجنيد الحوثيين لضرب طرف سياسي معين أو جهة معينة داخل اليمن. وبالتالي اكتشف الموضوع بأن الحوثيون استخدموا تلك الأسلحة واستخدموا تلك الدعم للتوجه نحو الحدود المملكة العربية السعودية. وبالتالي في اعتقادي أن المؤمن كما يقال لا يلدغ من جحر مرتين، ربما قد تعتقد المملكة العربية السعودية بأنها فقط تحاول تسويق ذلك إعلانيا أمام المجتمع الرأي العالمي والإقليمي والمحلية، وبالتالي في محاولة منها ليس لاستدراج الحوثيين ولكن لمحاولة تخفيف الضغط على المملكة العربية السعودية من عملياتها العسكرية التي تجرى في اليمن. وبالتالي في اعتقادي بأن المشهد السياسي الحوثي الإيراني هو تحصيل حاصل، يعني شيء مؤكد علاقة واضحة وجلية، وأي استغفال من قبل جهات أو تيارات داخل جماعة الحوثي بأي كيانات عربية هو فقط مجرد استدراج كما حدث في نهاية الملك الراحل عبد الله، وكذلك أيضا محاولة اللعب السياسي وخلط الأوراق في القضية اليمنية. وحدث تلك التسريبات التي دارت بين الحوثيين وبين المملكة العربية السعودية، حدثت خلط بين في الرأي العام المحلي اليمني
بين كافة مختلف التيارات السياسية والناشطين والإعلاميين والحقوقيين وما إلى ذلك. وبالتالي في اعتقادي بأن العلاقة الحوثية الإيرانية هي علاقة استراتيجية، وإن بدت بعض الأجندات داخل جماعة الحوثي للتقارب مع المملكة العربية السعودية لتحقيق مصالح الفكرة. سيد عبد الحفيظ، لو عدنا إلى الأزمة اليمنية وحلها سياسيا، هناك من يقول أن اللقاءات الإيرانية الحوثية ستعمل على تعقيد المسار السياسي ومسار حل الأزمة اليمنية سياسيا أكثر، كيف ترى ذلك؟ نعم، في اعتقادي بأن الموضوع أصبح واضحا وجليا بأن هذه العلاقة أصبحت مكشوفة ومفضوحة ولا تستطيع، حتى جماعة الحوثي تعلن عن ذلك بأن لديها علاقة وثيقة وكبيرة بطهران. وبالتالي في اعتقادي بأن هذا لا يعقد المشهد السياسي والعسكري في اليمن، بل إذا توفرت الإرادة السياسية والقيادة أيضا السياسية الحكيمة التي وكرت في اليمن أو في دول التحالف العربي، فإنها عليها أن تتعاطى مع هذا الجانب بالحسم العسكري في الداخل اليمني. وبالتالي أعتقد بتكون هذه العلاقة الإيرانية الحوثية حافز لحسم المعركة بعيدا عن التهويل لأجندات أخرى داخل الحكومة الشرعية أو التخوف من تيارات سياسية بعينها. وبالتالي على القيادة السياسية اليمنية والقيادة السياسية في المملكة العربية السعودية أن تحسم معركتها في اليمن لإنجاز على الأقل أمر أصبح واضحا وجليا في مشروع التعاضد والعلاقة الاستراتيجية بين الحوثيين وطهران. سيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي، كنت معي من مأرب، أشكرك جزيل الشكر. ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي السعودي الدكتور محمد آل زلفى. سيد محمد، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. دكتور محمد، في ظل الحديث السعودي عن محاولة احتواء الحوثي بعيدا عن إيران، بدأ هناك تقارب أكبر بعد لقاء قادة الميليشيا بالقيادات الإيرانية في مسقط. هذه رسائل ربما من الحوثيين إلى السعودية، أنت كيف تقرأ ذلك؟ أنا أعتقد أن اللقاء بين قطبين مهمين جدا في النظام المنالي، وهو وزير الخارجية ووزير الدفاع بممثل عصابة في اليمن، هو دليل إفلاس الحكومة أو نظام المنالي في إيران، لأن لم يعد هناك من ترسل له وزير خارجية أو وزير دفاع في أي عاصمة عربية أو أي دولة في العالم إلا هؤلاء الحوثيين. وللأسف وبكل أسف أن يكون اللقاء على أرض عمان، دولة عضو في مجلس التعاون ويهم استقرار المنطقة، وهذا أمر شوي فيه قليل من الريبة. إنما كيفما كان الأمر، لم يعد أمام إيران من تتعاون معه أو تراهن عليه، سوى الحوثيين مستغلين جهل الشعب اليمني، أن الشعب اليمني للأسف غيب في طريقة تفكيره، يعني أنه والله إحنا يعني مصلحتنا يعني اقنعوا بأن مصلحتنا مع إيران، وفي مصلحتنا في مصلحة حوثيين ومصلحة شلاليين، ما عندهم مانع يقتلون نصف الشعب اليمني في سبيل المشروع الإيراني. ولذا يعني والا كيف ايران تذهب الى قيادات كبيره الى الحوثي وهم يدركون تماما ان الارض العراقيه اهتزت من تحت ارجلهم، ايضا الشعب اللبناني بما فيه الشيعه في لبنان ايضا بداوا يعيدوا حساباتهم تجاه ايران، اذا لن يعد امام الايرانيين النظام البلالي الا هذا الشعب اليمني المغلوب على امره منذ نهايه الحرب العالميه الاولى، وقوعه تحت حكم نظام سلالي متخلف جدا جدا. الان يريدوا ان يعيدوا انتاج هذا النظام للمزيد من البؤس والياس والقتل والتدمير للشعب اليمني بحساب من؟ بحساب إيران. وهذا أمر لن تنطلي هذه المحاولات على المملكة العربية السعودية قاعدة التحالف العربي ولا التحالف العربي، ولن يجدوا أيضا هذا الحوثيين أي تعاطف عربي ولا أي تعاطف يمني إلا المغلوب على أمرهم واستغلال جهلهم. الآن إذا كان الحوثي يريد أن يكون مكون من المكونات السياسية اليمنية كما نصت عليه اتفاقية مخرجات الحوار اليمني،
فعليه عندنا مرجعيات ثلاث لابد عليه الاستسلام لما نصت عليه المرجعيات الثلاث، جهود نظام يعني كيان سياسي مجرد من السلاح يخرج من المدن التي احتلها بقوة السلاح ويعود إلى حظيرته أو مكانه الطبيعي في صعدة التي تسبب في تدميرها وتخريبها، هي بحاجة إلى سنوات طويلة لإعادة إعمارها. ولذلك طيب لو أنه تحدثنا عن السعودية وردة فعلها تجاه هذه اللقاءات، ما هي الخطوات التي يمكن للسعودية العمل بها للرد على مثل هذه اللقاءات؟ السعودية لا يهمها هذه اللقاءات، ماذا سيثمر عنه هذا اللقاء؟ الحوثي يستغل جهل الشعب اليمني لأنه لن يبقى مع إيران إلا الجهل في اليمن. ألن تؤثر هذه اللقاء نعم ألن تؤثر هذه اللقاءات على المحادثات غير المباشرة بين السعودية والحوثيين؟ سيدتي، إذا الحوثي يريد المحادثة مع السعودية فليعد إلى المحادثة مع حكومة شرعية معترفها دوليا وتحظى باحترام وتقدير كل العالم العربي، ويعود إلى أن يكون يعني مكون سياسي مجرد من السلاح للتفاوض مع حكومة شرعية، ومن ثم سيرحب به من قبل السعودية ومن قبل دول التحالف. أما إذا كان يريد أن يضيع نفسه ويضيع الشعب اليمني في متاهات مع محادثات مع نظام خاسر وهو نظام إيران، فهذا شأن الحوثي، معناته أنه يريد أن يستمر ويطول معاناة الشعب اليمني وقتل الشعب اليمني. وطبعا الحوثي أيضا يراهن على، للأسف لدينا عنصرين أو دولتين جارتين، إيران وتركيا. تركيا أيضا لها مصالح عند اليمن، انظروا ماذا يفعلون أتباعها في تعز، لأن الآن الحرب في اليمن للأسف، خلينا نكون واقعيين، هي حرب مبعثية. الزيوت يريدوا أن يستمروا هم الذين يحكمون بالقوة، وشعوب أخرى مثلا سواء الشوافع في جنوب اليمن أو الشوافع في غرب اليمن، هؤلاء يقولون لا، سننتفض على هذا الحكم السلالي الحكم الزيدي ونكون مجتمع يمني متصالح متماسك، لا نفرق بين زيدي وشافعي ولا بين كذا، إذا استكينا من التدخلات الخارجية وخاصة التدخل الغريب الذي هو الإيراني. دكتور محمد، أرجو أن تبقى معي، أوجه السؤال هذا، أوجه ما طرحته. نعم دكتور محمد، أرجو أن تبقى معي، أوجه ما طرحته إلى السيد عبد الناصر. السيد عبد الناصر، لو تسمعوني، ما هي الخطوات التي يمكن للحكومة الشرعية والتحالف الرد على هذه اللقاءات، حيث أن الدكتور محمد قال بأن هذه اللقاءات لا تعني السعودية في شيء؟ يعني كما يعرف الدكتور محمد أن الوضع في اليمن بعد 5 سنوات تقريبا من الحرب لم تحقق السعودية الهدف الأساسي من هذه الحرب. الحوثيون أصبحوا أقوى مما كانوا عليه عشية الحرب، الآن أصبحوا مسيطرين وبشكل شبه كامل على معظم مناطق الشمال، وأيضا لم يعد هناك أيضا من جبهات عسكرية كبيرة يمكن التعويل عليها بأنها ستغير من المعادلة على الأقل وفق في المستقبل المنظور. لهذا الحوثيون أصبحوا يتصرفون وكأنهم سلطة أمر واقع، الكثير من القوى بما فيها الدول الغربية أيضا تعترف بهم على هذه الصفة، حتى أن التفاهمات أو اللقاءات السعودية الحوثية التي تتم برعاية أمريكية وبريطانية تقوم على هذا الأساس، بأن الحوثي أصبح أمر واقع، وبأن أن على الدول الغربية أن تضمن بأن الحوثي يتوقف عن مهاجمة السعودية وأن يتخلى عن إيران، أن لا يصبح أداة إيرانية. هذا هو أكثر ما يتم الترويج له. لكن طيب، وكيف يمكن للحكومة الشرعية الرد على هذه اللقاءات؟ يعني الآن الحكومة الشرعية مع لا وجود لشيء اسمه الحكومة الشرعية كسلطة فعلية. نعرف أن الهادي وجماعته ليس لديهم سلطة حقيقية على الأرض، ولولا الدعم السعودي لا انتهت هذه السلطة، وهذه السلطة أيضا بحكم وضعها، بحكم أنها لا تمتلك وجود حقيقي على الأرض، أصبحت غير فاعلة وتدور في الفلك السعودي، ليس لديها قرار مستقل خاص بها.
أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الناصر المودع، كنت معي من عمان. أعود لضيفي من الرياض الدكتور محمد آل زلفة. دكتور محمد، بعد إعلان السعودية عن إمكانية كون الحوثي جزء من الحل، هل لازالت السعودية تؤمن بإمكانية الحوار مع الحوثي واعتباره جزء من الحل السياسي في البلاد؟ باختصار أرجوك. أنا لا أدري من أين اشتكل عبد الناصر أن السعودية ومن خلال وساطات أجنبية أوروبية خاصة في ما بين السعودية والحوثيين. السعودية لا تعترف ولن تعترف ولن تفاوض الحوثيين إلا هناك مفاوضات غير مباشرة إلى المرجعية إلى المرجعيات الثلاث، وهذه المرجعيات الثلاث واضحة تماما. إذا كان الأخ عبد الناصر يقول أن الحكومة الشرعية أنها ضعيفة ولا تملك كذا وكذا، نعم الحوثي يستغل العقيدة الزيدية والمذهب الزيدي وطورته إيران له وزينت له ما يقوم به في ضرب اليمن، سواء كان الزيدي أو شافعي أو جنوبي أو شمالي أو غربي. هذه مشكلة اليمن. دكتور الوقت يداهمنا، أرجوك أن ترد على سؤالي. دكتور الوقت يداهمنا، أرجوك أن ترد على سؤالي، هل لازالت السعودية تؤمن بإمكانية الحوار مع الحوثيين واعتبارهم جزء من الحل السياسي في البلاد؟ إذا رجعوا إلى ما نصت عليه المرجعيات الثلاث والحوار اليمني، يعني الحوار اليمني يعترف بأنهم مكون من مكونات الشعب اليمني سياسيا ولكن ليس عسكريا، ليس مكون يمتلك السلاح مثل ما يمتلك حزب الله السلاح في لبنان. هذا مستحيل أن تتفاوض السعودية أو تعترف بهم أو تتحدث إليهم طالما يملكون رصاصة واحدة من السلاح، إلا إذا عادوا إلى مخرجات الحوار اليمني، يعني فصيل سياسي مجرد من السلاح يجتمع مع أشقاء اليمنيين لتحديد وتقرير مصير اليمن وعلاقته بجيرانه، وليس علاقته بما استوردوه من الخارج، لا يريد خيرا لا لليمن ولا للسعودية ولا للمنطقة العربية. انظري ماذا يحدث في العراق الآن ضدهم، في لبنان إلى آخره، ما بقي إلا هذا الحوثي مستغل جهل الشعب اليمني. وحديث من الأخ عبد الناصر الذي يقول الغرب أنه يقف مع الحوثيين، أنا أستغرب لما وإن السعودية سترضخ لإرادة الغرب، السعودية لن ترضخ لإرادة أحد في التفاوض مع شرذمة مؤذية للشعب اليمني بالدرجة الأولى، وأيضا عنصر شغب ضد الأمن والاستقرار في هذا المنطقة. وجهات نظرك وصلت من الرياض المحلل السياسي السعودي الدكتور محمد آل زلفة، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة عبد الرقيب الأبارة وكل الطاقم، إلى اللقاء.